هو المعسكر ده اصلا معسكر مقسوم الى 3 قطاعات، في معسكر قديم، معسكر وسط، وده كان يسمى معسكر جديد. ده كان يسمى معسكر جديد. فمعسكر وسط حسب معسكر جديد هو الريسبشن حسب قاعدين فوق ده، هيكون فيه استقبال والتسجيل بتاع اللاجئين. بعد ذلك وفيه تجهيز للاستقبال لحظه الوصول. This area is remote from the main cities of the Sudan. For example, Gedarif is so far. And this area is nearest to Amhara region.